دواء جديد لفائدة مرضى الربو والأمراض التنفسية سيتم إنتاجه في مصنع الكندي في الجزائر، وسيسوق محلياً بداية من شهر جانفي المقبل، ويعد هذا الدواء الأول من نوعه في الجزائر وإفريقيا. Les inhalateurs de poudre sèche, c'est une nouvelle ligne ultra sophistiquée. يعني احنا اول مخبر يدخل تكنولوجيا مثل هذه عن طريق ترانسفير دو تكنولوجي من لي زيكسبير الالمان اللي عملوا لنا دونك هذا الخط الانتاجي الجديد اللي راح يبدا انطلاقا من شهر جانفي 2015 ان شاء الله. شركة الكندي التي تعتبر اكبر مستثمر خاص في قطاع الادوية بالجزائر، وعبر مراحل تدريجية منذ استثمارها في الجزائر سنة 2008 اصبحت تغطي اكثر من 30% من حاجية الجزائر من الأدوية، وخاصة منها الموجهة للأمراض المزمنة. إن شاء الله الهدف تاعنا أنه نوصل نغطوا 30% من احتياجات السوق في الأمراض المزمنة تتغطى محليا إن شاء الله من مخاب الكندي. كما توصلت الكندي الأردنية الأصل إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 120 مليون وحدة في السنة. أخذت على لي بودغ ساش الجديدة ذا يكون أول مرة في الجزائر يعني اللي تكون هذه التكنولوجيا يعني وهاد لي برودوي يعني يصنعوا محليا، من في افريقيا يعني الجزائر راح تكون اول بلد وين راح يتصنع محليا هادو لي برودوي هادو، دونك راح تكون اضافه يعني للسوق الدواء الجزائري كبيره. وفوق كل هذا من المنتظر ان يؤسس مصنع جديد تابع لذات الشركه بالجزائر مختص في صناعه الحقن والمشابهات الحيويه ابتداء من 2016.